ما خدت تلعب كم النهارده يا عم احمد؟ اعلى حاجه 7 جنيه من 7 ل 6. من 7 ل 6. 7 ل 6. والخيار اللي جنبه؟ 13 لحد 10. في 13؟ اه 13. بعت ال 13 طلع ب 13؟ ايوه. 13 لحد 10 وفي 8 جنيه على دي. ده الصوب؟ ما صوب كله ده صوب. بس مثلا خيار زي ده كده فاير يا عم محمود يطلع بكام مثلا؟ خيار فاير 5 جنيه. بخمسه؟ 5 جنيه. يعني كل زرع وليه سعره؟ اكيد طبعا كل زرع وليه سعره. والفلفل الشطه طلعت بكام النهارده يا عم؟ الشطه خد بالك من 7 جنيه 6 ونص في 8 جنيه. ده الكراسين دي زرعت ايه ده يا عم محمود؟ ده بسكره اسمها بسكره. بسكره 6 جنيه 6 ونص. ده زرع ايه ده؟ شرقيه. 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 الفلفل الرومي ده هو حجمه كبير شويه يا عم محمود بس عامل كام؟ من 9 جنيه لحد 7 جنيه. من 9 ل 7 ونفس نفس ده برضو من 9 ل 7. الليمون النهارده عامل كام؟ الليمون من 12 لحد 7 جنيه. الجديد وصل فيه 12؟ لا الجديد من 10 ل 7. والقديم فيه لحد 15. القديم فيه القديم فيه 15. البتنجان لسه برضو ماسك سعر البتنجان العروسه يا عم محمود ولا 7 جنيه 6 جنيه؟ 7 و 7 اللي متنازل. والرومي التنجروم 7 جنيه و6 جنيه و5 جنيه. الجزر النهارده عامل ايه؟ اشكره ب 150 و160 في 10 كيلو. 120 160 و170. الاسبوع اللي فات كان عالي شويه يعني. كان عالي الاسبوع اللي فات عن 160 و170. ايوه ده سوق عرض وطلب. ما شاء الله. البصل بيبقى عندك يا محمود ولا؟ لا البصل عند كل واحد ليه تخصص. في ناس تخصص بصل وبطاطس. تمام. في معاك بصل من 20 جنيه. اللي هو الابيض ده. ايوه. وفي 15 الاحمر. الاحمر اقل 15. واللي بيجيب بصل وبطاطس بيبقى عنده طماطم مثلا ولا برضه الطماطم ليها ناس؟ كل واحد ليه سلعه بيبيعها يعني. بس الفلفل السنه دي ماسك سعر شويه عن الباذنجان. كل الخضار جميع انواع الفلفل. جميع الخضار ماسك سعر. السنه دي. بالرغم ان الحر يعني المفروض ترمي يعني كميات كميات قليله. كميات قليله المزروعه. شكرا. ماشي. العروس ده طلع النهارده بكام يا معرض؟ العروس النهارده ب 6 جنيه. ب 6؟ في من 5 جنيه ل 6 جنيه. في ب 5 وفي ب 6. يعني ده بكام كده يا معرض؟ ب 6 جنيه. ده ب 6 والمخدة؟ والمخدة ب 5 ونص ب 5 جنيه. في اسمين اهو يعني الاسم ده مختلف. في شرقية وفي طنطا وفي مخدة ب 4 ونص ابيض. زرع لونه ابيض. المخدة والعروس ب 6 جنيه. ماشي شكرا شكرا يا عم عرفة. ايوه خدمة حبيبي يا عم عرفة. ربنا يصلح حالك. دجوة ها؟ دجوة ما شاء الله. حاجة نضيفة ها؟ بالصلاة على النبي يعني. ان شاء الله. الفاصوليا دي خامة حاجة ولا فرد؟ لا خام. خام. ما شاء الله. جودة عالية الفاصوليا دي. بس فيها اسمين؟ ده اسم ده غير ده؟ ده اسم ده. دي بكام دي؟ دي ب 20. دي ب 20 وده؟ وده ب 17. يعني النهارده الفاصوليا عامله من 17 ل 20؟ 20. الله يبارك لك. الشطه دي طلعت بكام يا عم فولي؟ دي طالعه ب 7 جنيه الشطه الحمراء. الشطه الحمراء. ماشي. الرومي ده ب 3 ونص. قديم ولا جديد ده يا عم فولي؟ لا ده وسط. الجديد ب 4 ونص. ده زرع ايه ده شرقيه ولا؟ شرقيه ان شاء الله. شرقيه. ماشي. خيار ده ب 5 جنيه. فاير شويه عالي. عالي شويه ايوه. عالي الجودة. لا هو عالي بس من وشك حلو. ماشي يا باشا. ماشي. والسلة بكام ده يا عم فول؟ ده ب 5 جنيه. ب 5؟ شكرا يا عم فول. شكرا. العفو يا باشا. البيمة دي طلعت بكام النهارده يا معلم؟ 30 جنيه. ب 30 جملة 30؟ أيوة. ماسكة ليه سعر جامد أوي كده؟ بالجاي. بالجاي. يعني دي إيه دي شرقية ولا صيف؟ لا شرقية. شرقية. كل اللي عندك كده شرقية؟ 30 يا ابويا.
كل اللي عندك في الباميه دي شرقيه؟ شرقيه. بس انا شايف في عالي. طب العالي منها بكام؟ لا في بستة بقى اللي هي الخير. اللي هي دي؟ دي كده بستة؟ اه. بس دي خضرة مش يعني دي خضرة. هي شرقية بعينها بس عادي. اه يعني هي دي بعينها بس دي زي دي. اه زي. الله يبارك لك يا معلم، الله يبارك لك. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، اسمحوا لي تكون حلقة النهاردة مجمعة من سوق العبور عنبر 2 للسمك، وكمان من سوق الأنصاري بالأربعين بمحافظة السويس. هنشوف طبعا فرق الأسعار، وطبعا سوق العبور غني عن التعريف. سوق العبور يعتبر بوصة الشرق الأوسط للفاكهة والخضار والسمك. عايز أقول كمان اللي ما جاش سوق العبور إن الأسواق الفاكهة والخضار والسمك دي أسواق موجودة يومية. في أسواق موسمية زي يميش رمضان والبلح والزيتون، وكمان في عنابر للمخلل، وفي باستمرار بيبقى في أسواق للعرق. بعد سوق العبور وعنبر 2 سمك هنشوف سوق الأنصاري وفرق الأسعار عن سوق العبور عن محافظة السويس. وطالما حضراتكم البحر الأحمر واقف في الصيد لكبر الزريعة من السمك، طبعا البحر الأحمر يعني بينتج من أنواع السمك ما يقارب من حوالي 4000 لغاية 5000 نوع من السمك، غير البحر الأبيض اللي يعني بينتج ما يقارب من 200 ل 300 نوع من السمك بس وعليه. فزي ما احنا شايفين سوق العبور يعني لسه الحركة ما ابتدتش، ان شاء الله موسم الصيد باقي عليه 20 يوم، يعني موسم السمك. واحسن وقت لشراء السمك طبعا وقت كبير جدا، حوالي 8 شهور او 9 شهور من شهر 9. زي ما احنا شايفين دلوقتي يعني السمك في سوق العبور معظمه من المجمد، لانه من محافظات معظمها صيد نيلي او مزارع. تعالوا بصوا بقى السويس. زي ما احنا شايفين يا جماعه اهو، يعني كلامي لحضراتكم، احنا دلوقتي اهو في سوق الاربعين في الانصاري في محافظه السويس. شوفوا التعابين المعروضه شكلها ايه، حاجه يعني بتلعب، حاجه طالعه من الميه. بكام الكيلو عامل؟ الكيلو عامل 400. ما شاء الله ما شاء الله، الكيلو عامل 400 جنيه. وانتم طبعا عارفين يعني ايه الجوده بتاعتها قد ايه، وباين من شكلها. هننتقل لمكان تاني ونكمل مع حضراتكم. من الجمبري في سوق الاربعين في الانصاري في محافظه السويس. شعر اقول الجمبري ده بكام وظروفه بالظبط؟ الجمبري ده عزاز سويس رايس 8650 و 630 لحد 600 اعلى حاجه. ده بتاع البحر الاحمر 600. مش البحر الابيض. ده اللي بينور في الظلمه. التاني مضلل، التاني كرتون، ده الاصلي اسمه تايجر، ده نمر واحد عالميه انا رايس. ده اسعاره غير اسعار اي جمبري تتخيلها في جمهوريه مصر العربيه. ايوه. في منه بتاع دمياط. أيوة. اسكندرية، ده بحر ابيض، ده زي الكرتون، ده رخيص. تمام. في زبائن بتيجي تقول لنا اشمعنى التاني كبير ورخيص والكلام ده. أيوة. الطعم والجوده يفرق في ميات وميتينات وتلتميات، يعني التاني بتاع دمياط في الحرمي ده بيعمل 400 جنيه، ده عندنا بيعمل 600 جنيه، ده بيخلص قبل بتاع دمياط. تمام. بالنسبه للاكيله اللي بيجوا من مصر وبالنسبه بتوع السويس عندنا هنا، نحن كمان بلد اكيله. فاهم بجميع انواع السمك، ومش مهم الفلوس، اهم حاجه تاكل ايه؟ حاجه نظيفه. الجمبري بتاع دمياط ده رغم انه رخيص بس ما بيمشيش عندنا. شعر حبيبي الله يبارك لك. شكرا. هم عارفين. شكرا. اتمنى اعزائي المشاهدين تكون حلقه النهارده بالفعل عجبتكم من سوق العبور وسوق الانصاري في محافظه السويس. شكرا والى اللقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.